بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، فانتهينا في المحاضرة السابقة من شرح كان وأخواتها، واليوم بمشيئة الله عز وجل نشرح الحروف الناسخة العاملة عمل كان. الناظم رحمه الله يقول: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن. أول حرف من حروف الناسخة هي ما، في قول الله عز وجل: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذه حرف ناسخ يعمل عمل ليس، والحروف الناسخة ثلاثة: ما ولا ولات العامل عمل ليس، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس. أما الأفعال الناسخة فهي كان وأخواتها، وكاد أفعال مقاربة وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها. فانتهينا من الأفعال الناسخة فقط كان وأخواته. هنأتي إلى الحروف الناسخة. أول حرف من هذه الحروف هو ما، وما هذه تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز. أنتم تعرفون أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز، لغة الحجاز يعني قريش وما جاورها، في لغة تسمى لغة أو تسمى لغة بني تميم. لا يعملون ما هذه، لا تعمل عندهم شيئا. السبب لأن ما هذه حرف غير مختص، فمرة تدخل على الأسماء أقول ما زيد، ما زيد قائم، ما قام زيد. فانظروا إلى ما في المثالين، في المثال الأول دخلت على جملة اسمية ما زيد قائم، في المثال الثاني دخلت على جملة فعلية ما قام زيد. فنظرا لدخولها على الأسماء وعلى الأفعال فهي حرف غير مختص، فلا تعمل عند بني تميم، لأن الحرف المختص لا يعمل. هذا هو سر إهمالها في لغة بني تميم. أما سر إعمالها عند الحجازيين لأنها أشبهت ليس في النفي، ليس هذا بشرا، ما هذا بشرا، فما حرف نفي بالضبط تشبه ليس، لكن هناك فرق بينهما. ما حرف لكن ليس فعل، وهي أخت من أخوات كان، فأشبهت ليس في النفي، فلذلك عملت عند الحجازيين. لكن عملت عند الحجازيين بشروط. الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن. فإذا قلت ما زيد ناجحا، ما حرف نفي يعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ناجحا خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، كأنني قلت ليس زيد ناجحا بالضبط. لا فرق بين ما وليس، كلاهما يفيد النفي. الشرط الأول من شروط إعمال ما ألا يزاد بعدها إن.
إذا قلت ما إن زيد قائم، ما حرف نفي، وإن حرف يفيد النفي أيضا، ونفي النفي إثبات، فهنا بطل العمل. فإذا زدنا إن بعد ما فلا تعمل شيئا. أقول ما إن زيد ناجح، أقول ما حرف نفي يعمل عمل ليس، وإن زائدة تفيد التوكيد النفي، زيد مبتدأ وناجح خبر، فإن عندما زيدت بعد ما بطل العمل. ولذلك يقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. يهجو قبيلة تسمى بني غدانة، يقول يا بني غدانة ما إن أنتم ذهب. أنتم تعرفون أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، والمعادن فيها الذهب فيها الفضة فيها الخزف اللي هو الشيء يعني اللي أقل جودة. فيقول ما إن أنتم ذهب، يعني أنتم لستم من أعالي الناس ولا من أوسط الناس، ولكن أنتم من أراذل الناس. فقال ما إن أنتم ذهب، ما حرف نفي، إن زائدة أبطلت عمل ما، أنتم مبتدأ ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، ذهب خبر، فما بطل عملها. ما السر في إبطال عمل ما؟ زيادة إن بعدها. وإن هذه سوف نعرف إنها أيضا تكون نافية، حرف نفي، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، فما ما أيضا إن تستعمل نافية. هذا هو الشرط الأول من شروط إعمال ما عند بني عند أهل الحجاز. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا. فإذا قلت ما زيد ناجحا، نفينا عن زيد إيه؟ النجاح، يعني نفينا عنه النجاح. أقول ما زيد قائما، نفينا عنه القيام. ما زيد ناجحا، نفينا عنه النجاح. فإذا قلت ما زيد إلا ناجح، أثبت له النجاح ولا نفيت عنه النجاح؟ أثبت، يعني إلا تفيد الإثبات. فهنا انتقض النفي بإلا. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت ما محمد رسول يبقى نفيت عنه رسالة. ما محمد إلا رسول يبقى أثبت له الإيه؟ الرسالة. فإذا انتقض النفي بإلا بطل العمل. أقول ما حرف نفي، زيد مبتدأ، وما لا عمل لها بسبب دخول إلا على الخبر. إلا هذه أداة استثناء تفيد مع ما الحصر. زيد ناجح خبر، يعني حصرنا زيد على النجاح فقط. فهذه عندما دخلت إلا بطل العمل. هذا هو الشرط الثاني من شروط إعمال ما. يبقى ما تعمل بشرط ألا يقع بعدها إن الزائدة ولا ينتقد النفي بإلا. قال تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما حرف نفي، لا عمل لها، لا تعمل، لا ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر بسبب مجيء إلا في الخبر. أنتم مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، إلا حرف استثناء يفيد الحصر مع ما، بشر خبر، خبر لأنتم، ومثلنا صفة للخبر. إذن في هذه الآية بطل عمل ما. ما سبب إبطال عمل ما؟ دخول إلا على الخبر، أو انتقاض الخبر، أو انتقاض النفي بإلا. مفهومة ولا شرحة تانية دي؟ مفهومة؟ كم شرط قلناه إلى الآن؟ قلنا شرطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنا إلا نذير مبين، وما أنا إلا نذير مبين، صلى الله عليه وسلم. ما حرف نفي مهمل لا عمل له، يعني لا يرفع المبتدأ ولا ينصب الخبر. أنا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، إلا أداة استثناء تفيد الحصر. نذير خبر، خبر المبتدأ. وعندما أخبر الله عن رسوله بقول ما أنا إلا نذير، غير لما يقول أنا نذير، لما يقول أنا نذير ممكن يكون تاجر أو مزارع أو صانع، لكنه صلى الله عليه وسلم حصر نفسه في الإنذار فقط، يعني مهمته في الحياة هي إنذار الناس. وما أنا إلا نذير، يبقى نذير خبر أنا، ومبين صفة لنذير، فلا عمل لما بسبب أن النفي انتقض بإلا. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو ولا جار ولا مجرور. فإذا قلنا مثلا ما زيد قائما، أين خبر ما وأين اسمها؟ لو أنك قدمت الخبر وقلت ما قائم زيد بطل العمل. أقول ما حرف نفي لا ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر، قائم أقول خبر مقدم، خبر المبتدأ بس، وزيد مبتدأ مؤخر، فأصبحت ما بطل عملها بسبب تقدم الخبر. لكن إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز، يعني ما أقول ما في الدار زيد، في حرف جر والدار اسم مجرور، الجار والمجرور في محل نصب خبر ما مقدم على اسمها، وزيد اسمها مؤخر، هذا يجوز. يبقى الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل العمل، يعني ما لا تعمل. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. فإذا قلنا ما طعامك زيد آكل، أصل المثال ما زيد آكلا طعامك، أصل هذا المثال كده. ما حرف نفي يعمل عمل ليس، زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، آكلا خبر ما منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، آكل اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. أين فاعل آكل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى زيد. طعامك طعام مفعول به، مفعول به لاسم الفاعل آكل، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الميم. هذا المفعول يسمى عندنا أي النحاة يسمى معمول، معمول الخبر، معمول يعني هو منصوب وناصبه آكل، فالعامل آكل والمعمول طعامك، فيسمى عند النحاة معمول الخبر، أي أن الخبر هو الذي عمل فيه النصب. فلو أنك قدمته لبطل العمل، أقول ما طعامك زيد آكل، يبقى ما حرف نفي فقط لا عمل له، وزيد مبتدأ وآكل خبر وطعامك مفعول به للخبر، لكن الخبر ليس منصوبا إنما هو مرفوع لأن ما بطل العمل. فإذا كان هذا المعمول ظرفا أو جار ومجرور جاز، يعني إذا قلت ما عندك زيد جالسا، أصل الكلام ما زيد جالسا عندك، فقدمت معمول الخبر لكنه ظرف أو جر ومجرور جاز، كما جاز تقدم الخبر اللي هو ظرف وجر ومجرور، يجوز تقدم المعمول إذا كان جارا ومجرورا. يقول الناظم إعمال ليس أعملت ما، إعمال ليس أعملت ما،
ليس كما عرفنا هي أخت من أخوات كان وترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تقول ليس المسجد مفتوحا، وتقول ما المسجد مفتوحا. فيقول إعمال ليس أعملت ما، كما أن ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كذلك ما تعمل عملها، تعمل عملها بالضبط. لماذا؟ لاشتراكهما في النفي. والفرق بينهما ليس فعل، لأنها تقبل تاء التأنيث، أي كلمة تقبل تاء التأنيث هي فعل ماضي قطعا. أقول زينب ليست ناجحة أو ليست حاضرة، وما حرف، والحرف لا يقبل علامة الأفعال ولا علامة الأسماء، والحرف ما ليست له علامة، فقص على قولي تكن علامة. يبقى ما تعمل عمل ليس، هذا هو مراد الناظم، إعمال ليس أعملت ما دون إن، دون إن. إن هذه نافية وسوف تأتي إن شاء الله، إن هذه النافية لا تعمل عند أكثر البصريين ووافقهم من الكوفيين الفراء، الفراء ده زعيم من زعماء الكوفة، قالوا إن ليست عاملة. فأقول مثلا إن زيد مسافرا، هذا على رأي الكوفيين، أقول إن حرف نفي لتقدير الكلام، ما زيد مسافرا، هذا لا يجوز على رأي البصريين أو أكثر البصريين، يقولون ها إن زيد مسافر يعني ما زيد مسافر. فإن النافية العاملة عمل ما أو العاملة عمل ليس لا تعمل عند أكثر البصريين، ووافقهم المصنف ابن مالك، قال إعمال ليس عملت ما دون إن، إن لا تعمل عندي، وأنا يقصد إيه ابن مالك، لأنه وافق أكثر البصريين في هذا الرأي. أما بقية الكوفيين ما عدا الفراء فإنه أجازوا إعمال إن، واستدلوا بقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاعر هنا يذم شخصا يقول يعني هو لا يظهر قوته إلا على الضعفاء من الناس، لكن على الأقوياء يفر منهم فرار من الأسد، فيقول إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. فإن حرف نفي بمعنى ما، هو مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، مستوليا خبرها منصوب، هذا الإعمال جائز عند من؟ عند الكوفيين عدا الفراء، لكن أكثر البصريين منعوا ذلك ووافقهم المصنف، فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن، غير إن يعني، مع بقاء يعني مع بقاء النفي، طبعا حذف الهمزة لضرورة الشعر، مع بقاء مع البقاء النفي وترتيب زكن. صلوا على رسول الله. هذا أول شرط من شروط إعمال ما، أن النفي يكون باقيا. ففي قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن النسوة اللائي رأينا يوسف عليه السلام وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، فنفينا عنه في الحال البشرية، إن هذا إلا ملك كريم. يبما حرف نفي يعمل عمل ليس، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم ما بشرا خبرها منصوب. نلاحظ أن النفي باق، النفي ينتقد بإلا، ما هذا إلا بشر. يبقى إذا أردت أن تبطل النفي جيء بكلمة إلا، فإذا قلت ما المسجد مفتوحا، ما المسجد إلا مفتوح، ما زيد حاضر، ما زيد حاضرا، ما زيد إلا حاضر، ما الدرس سهلا، تقول ما الدرس إلا سهل. ففي المثال الأول تقول ما الدرس سهلا، نفيت سهولة الدرس، ما الدرس إلا سهل، يبقى أثبت إيه
فهنا إذا أردت أن تنقض النفي جئ بكلمة إلا، أهو إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، يعني أول شرط أن يكون النفي باقيا. وكيف يكون ذلك؟ إذا لم تأتي بكلمة إلا. قال تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، ما أنا إلا نذير، يبقى النفي هنا انتقض بكلمة إلا. لا، إحنا عايزين النفي بكم باقي، فلا تأتي بكلمة إلا. وترتيب زكن، هذا هو الشرط الثاني. ترتيب زكن يعني عرف، يعني تأتي باسمها وبعد ذلك الخبر، فلا تقدم الخبر، لا تقل ما بشرا هذا، لا يجوز. إن قدمت الخبر لا تعمل ما زيد ناجحا، لا تقول ما ناجحا زيد، هذا لا يجوز. هذا هو الشرط الثاني، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن. البيت الثاني يقول فيه الناظم وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. أجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف، يقول إذا كان الخبر جارا ومجون أو ظرف أجاز العلماء تقدم الخبر. فنقول ما في الدار زيد، ما عندك أحد، فعند ظرف مكان واقع في موقع الخبر، في الدار جار ومجرور خبر مقدم، هذا يجوز. فهو يقول هنا وترتيب زكن، ترتيب يعني تأتي ما بعدها اسمها بعد ذلك الخبر، هذا هو الترتيب. فإذا قدمت الخبر لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور، هذا هو الذي قاله. قال أجاز العلماء سبق حرف جر أو ما في الدار زيد أو ظرف ما عندك أحد، ثم أتى بمثال قال ما بي أنت معنيا، أو ما أو حرف نفي يعمل عمل ليس، بي ده جار ومجرور، وأنت هذا هو اسمها المؤخر، معنيا تعرب حال، فهنا تقدم الخبر وهو كلمة بي وتأخر الاسم، وهذا جائز أجازه العلماء، لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. حتى كلمة إن أصلها إن لا يتقدم خبرها على اسمها، إن الله غفور رحيم، لا تقل إن غفور رحيم الله، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لكن إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور جاز، إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا، فإذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرور جاز تقدمه. قلوا معي البيتين يا أولاد، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. طبعا ترتيب الكلام أجاز العلماء سبق، بسبق مفعول به، بس هنا قدم لكي يحافظ على نظم البيت. البيت الثالث يقول ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل، هذا هو البيت الثالث. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل، إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتدى للإجاب أو لا،
فإن كان مقتضى الإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن. بل حرف عطف يفيد الإيجاب، وكذلك لكن. نقول مثلا: ما زيد قائما بل قاعد. ما زيد قائما لكن قاعد. عندما تقول ما زيد قائما نفيت عنه ايه؟ نفيت عنه القيام. ثم تقول بل قاعد، اثبت له ايه؟ اثبت له القعود. يبقى ده حرف يفيد الايجاب. يبقى بل حرف عطف يفيد الايجاب وليس النفي، ولا بد لبل ولكن ان تسبق بنفي. اقول ما زيد راتبا بل ناجح، يبقى نفيت عنه الرصود واثبت له ايه؟ النجاح. فما حرف نفي يعمل عمل ليس. زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، قائما خبر ما منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وكل الشروط التي قلناها موجودة. أولا لم يتقدم الخبر، وهذا هو الترتيب الذي زكن وعرف، وأيضا النفي باقي، يعني لم ننقض النفي بإلا، لم نقل ما زاد إلا قائم. بل حرف عطف قائم، قاعد معطوف على ايه؟ فهو يقول ورفع معطوف. اين المعطوف يا اولادي؟ طب هذا المعطوف عليه ورفع معطوف بلكن او بل من بعد منصوب. منصوب يعني الخبر اهو، ما زيد قائما بما الزم حيث حل، يعني دايما اجعله مرفوعا ولا تجعله منصوبا. طب واحد يقول لي كيف تعطف مرفوعا على منصوب؟ دايما العطف تابع، والتوابع أربعة كما تعرفون، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، صح ولا لا؟ نقول عندما عطفت قاعد هتعربها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير بل هو قاعد، بل هو قاعد. وفي هذه الحالة عطفت جملة على جملة ولم تعطف مفردا على مفردا. فلما تقول قاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قاعد. وكذلك في المثال الثاني، ما حرف نفي؟ زيد اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، قائما خبرها منصوب، لكن حرف نفي يفيد الإيجاب، يعني ينفي ما قبله ويثبت الحكم لما بعده. قاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره لكن هو قاعد. وطبعا لكن دي اللي هي مخففة، هذه حرف استدراك يفيد العطف فقط، وليس أخت من أخوات إن، لكن دي المشددة اللي تعمل عمل إن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن النون المشددة دي، لكن إذا خففت فإما أن تكون عاطفة إذا سبقت بنفي، أو تكون حرف استدراك مهمل لا يعمل. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، لكن الراسخون، يبقى تدخل على جملة اسمية أو فعلية ولكن لا عمل لها. ورفع معطوف بلكن أو بل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. إلزم الرفع، ولا يجوز لك أن تنصب، ولا يجوز لك أن تقول ما زيد قائما بل قاعدا، لا يجوز هذا، بل إلزم الرفع. خلاص، إلزم رفع المعطوف بلكن أو ببل من بعد المنصوب حيث حل. في أي مثال يحل فيه إلزم رفعه ولا يجوز لك أن تنصبه. هل أنتم فاهمون؟ هذا معنى ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. أما إن كان الحرف
العاطف غير مقتضي الإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب. تقول ما زيد قائما ولا قاعدا ولا قاعد. ما حرف نفي؟ زيد اسم ما، دي ما الحجازية. قائما خبر ما الحجازية منصوب على النصب والفتحة الظاهرة. الواو حرف عطف. ولا هذه حرف نفي زائد، يعني يفيد التوكيد، لأن الجملة أصلا مسبوقة بنفي. فينبغي أن أقول ما زاد قائما ولا وقاعدا، لا أقول ولا قاعدا عشان بس زيادة للنفي يعني. فقاعدا اسم معطوف على قائم، والمعطوف على المنصوب منصوب. فلا هذه زائدة لتأكيد النفي. ويجوز أن تقول ولا قاعد، وعندها تقول قاعد خبر للمبتدا محذوف تقدير ولا هو قاعد. لكن إذا قلت ولا قاعدا يبقى عطفت قاعد على من؟ يبقى عطفت المنصوب على المنصوب. إذا قلت ولا هو قاعد يبقى عطفت جملة على جملة، عطف جملة على إيه؟ على جملة. فيجوز يبقى إذا كان حرف العطف لا يقتضي الإيجاب، يعني زي ما شوف ما زاد قائما ولا قاعد، هنا كلمة ما زاد قائم تفيد النفي ولا قاعد تفيد النفي، صح ولا لا؟ لكن بعكس بل التي تفيد الإيجاب، وبعكس لكن التي تفيد الإيجاب. فإذا كان النفي أو الحرف العطف لا يفيد الإيجاب وإنما يفيد النفي، جاز في الاسم الواقع بعده شيئان، النصب وده الراجح والمختار، ويجوز العطف ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد ما وليس جر البل خبر. ما تشبه ليس في شيئين، الشيء الأول هو النفي، ما زيد قائما، ليس زيد قائما. فليس فعل يفيد النفي، وما حرف ناسخ يفيد النفي، فعملت عملها في رفع الاسم ونصب الخبر. ليس تزاد بعدها الباء كثيرا، فما كذلك تزاد بعدها الباء كثيرا. اسمع إلى قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون أو عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. أليس لو أن واحدا منكم قال لي ليس لست مذاكرا يبقى نفى عن نفسه المذاكرة، لو قال لست بمذاكر نفى عن نفسه المذاكرة مع التأكيد، لأن دايما حرف الجر الزائد يفيد التوكيد في اللغة العربية عموما،
حتى لا يعترض علينا معترض ويقول كيف تقول حرف زائد، معناها ان في القرآن في حرف زائد، ما القرآن نزل بلغة الايه؟ العرب. العرب، ودايما زيارة الحرف تدل على زيادة المعنى، زيادة الحروف تدل على زيادة الايه؟ المعاني. فالحرف الزائد يفيد التوكيد. لست عليهم بمسيطر، يعني لست مسيطرا عليهم. فإذا قال واحد منكم لست مذاكرا، يمكن أن أفهم أنه لم يذاكر بعض الدروس، لكن في بعض الدروس قد ذاكرها. فإذا أراد أن يؤكد أنه لم يفتح الكتاب أبدا ولم يذاكر قط، يقول لست بمذاكر. يبقى ليس فعل ناسخ، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمه ليس، ومذاكر خبرها. لست بمذاكر ليس فعل ناسخ، التاء اسم ليس، الباء حرف جر زائد، مذاكر خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة اشتغال بحر اشتغال بحركة حرف الجر الزائد، يعني الحرف مشغول بحركة حرف الجر الزائد. في قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، الهمزة حرف استفهام يفيد التقرير، دايما الاستفهام اللي بعده نفي يفيد التقرير، معنى التقرير حمل المخاطب على أمر، على الإقرار بأمر يعرفه. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ نقول بلى. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. عرفت ولا لا اسمه ايه ده؟ اسمه استفهام تقريري. يعني ايه استفهام تقريري؟ لو ان واحدا منكم قلت له ألم اشرح لك الدرس، وهو حاضر وشرحت له الدرس، يقول ايه؟ بلى. يعني بلى شرحت لي الدرس. ده اسمه استفهام تقريري. يبقى الهمزة حرف استفهام تقريري، ليس فعل ماضي ناسخ. الله لفظ الجلالة اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، بكاف أصلها إيه؟ أليس الله كافيا؟ يبقى خبر ليس منصوب، لكن قال بكاف، يبقى الباء حرف جر زائد. وتأدبا مع كلام الله نقول حرف صلة، يعني في القرآن نقول حرف صلة، ما نقولش حرف جر إيه؟ زائد، نقول حرف إيه؟ صلة. كاف نقول خبر إيه؟ ليس. خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة، نعم المقدرة على إيه؟ على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أصل دايما ده اسمه المنقوص، المنقوص بتحذف ياءه في حالة الجر والرفع ويؤتى بالتنوين، يسموه تنوين عوض عن حرف، زي مثلا محامي أقول محام، كافي أقول كاف، قاضي أقول قاض. عايزين عارفين إيه سبب حذف الياء؟ أهو شوفوا يا أولادي، حضر قاضي، المفروض أقول حضر قاضي، المفروض كده أقول حضر قاضي، استثقلت الضمة على الياء، يعني الضمة ثقيلة على الياء. وعندما يكون الشيء ثقيل على نفسك تعمل ايه؟ تتخلص من هذا الثقل، فتخلصنا من الضمة دي. فعندما حذف الحرف يبقى أصبح الحرف ساكن، الحركة نفسها دي لقاضي يو الضمة دي ثقيلة على الياء، حذفت الضمة فأصبحت الياء ساكنة. ولاحظ أن قاضي نكرة، والنكرة لابد أن تنون، لأن التنوين علامة من علامات الأسماء، زي قلم وأستاذ ومسجد، لازم التنوين لأنه علامة من علامات الأسماء. فعندما يأتي التنوين وهو عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، فالتقى إيه؟ لما التقى ساكنان حذفت الياء وعوض عنها التنوين. فعندما تقول حضر قاض، تقول قاض فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى أليس الله بكاف، الباء حرف جر زائد، يقال في القرآن حرف صلة، كاف خبر ليس منصوب،
علامة النصب الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. عبده مفعول به لكاف، لأن كافي اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. فاعله تقديره هو، يعود إلى لفظ الجلالة. عبده مفعول به لكافي منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، والهاء دي ضمير مبني في محل جر بالإضافة. الشاهد في هذه الآية إن ليس اقترن خبرها بالباء كثيرا، يعني الباء زائدة في خبر ليس بكثرة أهو. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني هذا بكثرة كثيرا جدا هذا يحدث. لست عليهم بمسيطر، أليس ذلك بقادر، ألست بربكم، وكذلك ما، وما ربك بغافل، أصلها إيه؟ قولوا كده ها، وما ربك إيه؟ غافلا، لكن الباء زيدت في خبر ما، كما زيدت في خبر ليس تزاد في خبر ما. ما حرف نفي يعمل عمل ليس. رب اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. بغافل الباء حرف جر زائد، يقال في القرآن إيه؟ صلة، يعني تأدبا في اللفظ. غافل لا تقل خبر ما مجرور بالكسرة، قل خبر ما منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة. منع نظور الفتحة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني المحل يعني الحرف مشغول بمجيء هذا الحرف الزائد. وبعد لا ونفي كان قد يجر، وقد تفيد التقليل، لكن يفهم من هذا ان بعد ما وليس تزاد ايه يا ولادي؟ بكثرة، صح ولا لا؟ قال الشاعر: فكلي شفيعا، صلى الله عليه وسلم، يوم لا ذو شفاعة، يوم لا ذو شفاعة بمغن. أصلها لا ذو شفاعة مغنيا، فلا اللي هي النافية تعمل عمل ليس بالضبط، لكن وقعت الباء الزائدة في الخبر، وهذا قليل نادر. وكذلك ماء النافية، يقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. يصف نفسه بالعفة وقناعة النفس، يعني إذا حضر الطعام ومدت الأيدي إلى الزاد للأكل، يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. دايما اللي هو الجشع ده اللي بيحب يأكل يقول: طب هاتوا قربوا الأكل هنا شوية، هات ويروح أول واحد يأكل عشان يخلص بدري، يكون مشطب على كل حاجة قبل الناس تأكل. هو يقول لك: لا أنا مش كده خالص، لم أكن بأعجلهم، أصلها لم أكن أعجلهم، لأن كان ديا كما تعرفون ترفع المبتدأ وتنصب الإيه؟ يبقى أكن فعل مضارع يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره أنا، وأعجلهم خبرها منصوب، لكن قال لم أكن بأعجلهم، يبقى الباء حرف جر زائد، وأعجلهم خبر كان أو خبر أكن منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يبقى في هذا البيت زيد وقعت الباء زائدة في خبر كان قليل، وفي البيت السابق وقع الباء في خبر لا بقلة. هذه بعد وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني بكثرة. وقد تلي لا وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني قد يأتي الخبر مجرورا. يبقى يفهم من هذا ايه؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالزكاة لتفضله، يعني لما اقول لك كده قد يجر، قد يفيد التقليل، معنى الثاني ايه؟ يجر بايه؟ بكثرة. الشيء يفهم يعني الاشياء تتميز بضدها، صح ولا لا؟ وبعد ما وليس جر الباء خبر، يعني بكثرة. وما ربك بغافل،
وما ربك بظلام العبيد، أليس الله بكاف عبده؟ بل باء تقع في خبر ما وليس بكثرة. فيمكن أن يقول الواحد منكم ليس المسجد مفتوحا، يقول ليس المسجد بمفتوح، لست مذاكرا، لست بمذاكر، لست قارئا، لست بقارئ. قل مع الأبيات يا أولاد كنها، اعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما، بي أنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطوف بلكن أو ببل، من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. انتهى من ما العامل عمل ليس، وبدأ يتكلم عن لا العامل عمل ليس. قال في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل. الحروف الناسخة العاملة عمل ليس ما ولا ولات وإن، هذه الحروف الأربعة تعمل عمل ليس. ما سبق الحديث عنها، وقلنا تعمل في لغة أهل الحجاز فقط بشروط: ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا يجوز لك أن تقول ما قائما زيد. الشرط الثاني ألا يقع بعدها إن الزائدة، ما إن زيد قائم. الشرط الثالث ألا ينتقد النفي بإلا، مثل ما محمد إلا رسول. أما لا فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. قال الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، فلا شيء على الأرض باقيا. لا حرف نفي يعمل عمل ليس. شيء اسم لا مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، على الأرض جر ومجرور، باقيا خبر ليس، خبر ما خبر لا منصوب على النصب والفتحة الظاهرة. انظروا الاسم والخبر نكرتان، هذا هو الشرط. في النكرات أعملت كليس لا، يبقى إذن لا تعمل عمل ليس في النكرات، يعني يكون اسمه وخبرها إيه؟ نكرتين. تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر، وزر يعني ملجأ، مما قضى الله واقيا، يعني لا ملجأ يقيك من أمر الله عز وجل. يبقى لا وزر يعني ملجأ، واقيا مما قضى الله، أدي وزر يعني ملجأ، نكرة واقي نكرة. يبقى لا تعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمه وخبرها إيه؟ نكرتين. بعضهم وده قليل أعمل لا في المعرفة. يقول الشاعر وهو النابغة الجعدي أحد الشعراء المعمرين: أدرك الجاهلية والإسلام، يعني عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال بيتين من الشعر. قال: بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت، وبقت حاجتي في فؤادي، وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها متراخيا. بدت فعل ذي ود، يعني لما نظرت إلى هذا الشاعر نظرت ارتياح، وأوعزت له بأنه يعني يرضى، ترضى أن يخطبها أو يتزوجها، ففرح وطمع في حبها. فلما تبعتها وسار خلفها تولت. المهم في الأول إيه؟ يعني سبحان الله، الأول أشغلته بس، أظهرت الإيه؟ المودة كده، وبعد كده إيه؟ زي ما نقول من العوام كده نفضت له يعني. بدت فعل ذي ود،
في الأول يعني أظهرت المودة يعني. فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي، يعني أبقت حبها في قلبي، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها. فلقال لا أنا، أنا ديا نكرة ولا معرفة؟ معرفة، لأنها ضمير والضمائر أعرف المعارف. فأجاز بعض العلماء أن تعمل في المعرفة، لكن الصواب أنه إيه، أنها تعمل في النكرة. الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، يعني مثلا لا تقول لا باقيا شيء، لا واقيا وزر، لا يجوز هذا. يبقى إذن لا تعمل عمل ليس بشرطين، أن يكون اسمه وخبره نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها. أما لات هذه هي نفس لا، زيرت عليها تاء التانيث، وتعمل عمل ليس بشرطين، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. قال تعالى ولا تحين مناص، أصل الآية لا تلحين حين مناص. يبقى لات فعل حرف ناسخ يعمل عمل ليس، التاء للتأنيث، الحين اسمها وحين خبرها، يبقى لازم يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. لا تلحين حين، يعني إذا كان إنسان يريد أن يذاكر والامتحان بعد ساعة تقول خلاص لا تلحين حين مذاكرة، يعني خلاص الوقت إيه انتهى. فيقول وقد تلي لات وإن ذا العمل، يعني لات تعمل هذا العمل، تعمل عمل ليس بالضبط. فنقول لا تلحين حين مناص، وإن تقول إن هو مستوليا على أحد، إن هو مستوليا، فإن حرف نفي يعمل عمل ليس بالضبط، هذا معنى وقد تلي لات وإن ذا العمل، يعني هذا العمل قد يلي إن وقد يلي لات. لكن وما للات في سوى حين عمل، يعني لات لا تعمل إلا في لفظ الحين فقط، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. شوف الآية بتقول يا أولادي، فنادى ولاتها إيه، ولات حين، يبقى حين خبر لات، أين اسمها محذوف، وحذف ذي الرفع يعني حذف الاسم المرفوع فشى يعني كثير، ولذلك القراءة ولات حين مناص، وقرئ ولا تحين وهذا القليل، يعني دي قراءة قليلة. لكن يبقى لما يقول ولا تحين يبقى حذف الخبر وأبقى الاسم، هذا مراد الناظم. يقول وما للات في سوى حين عمل، يعني لات لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا تحين مناص تقول لا تلحين حين مناص، لكن لا تعمل في الساعة ولا الوقت ولا الدهر ولا العشاء ولا الصباح، لا تعمل إلا في ظرف الزمان اللي هو بمعنى الحين فقط فقط. وحذف ذي الرفع فشى، يعني إذن هي تعمل لات عمل ليس بشرطين، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، وأن يحذف اسمها ويبقى خبرها. وهذا معنى كلام الناظم وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع، ذي الرفع يعني إيه صاحب الرفع يعني اللي هو الاسم، فشى يعني ايه فشى كثر، والعكس قل، يعني لو قلت لا تا لا تا حين مناص هذه قراءة يعني شاذة او قليلة، لكن القراءة المتواترة اللي هي لا تلحينا لا تحينا بالنص، ويبقى الاسم هو المحذوف. قل معي اللبتين دول يا اولادي، في النكرات اعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. ذكر ابن جني في كتاب المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا، إن الذين تدعون من دون الله عبادا، أهو جعل إن حرف نفي بمعنى ما، يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا، لكن القراءة المتواترة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم،
أصدي إن اللي بتنصر المبتدا ترفع الخبر. لكن سعيد بن جبير وهو طبعا سيد التابعين خفف، قرأها مخففة على اعتبارها نافية تعمل عمل ليس. قرأ قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عبادا، فعبادا خبر إن النافية، هل احنا قلنا دي تعمل ذا العمل، وإن ذا العمل يعني تعمل نفس العمل، لكن قلنا هذا قليل. ولذلك عندما قال الناظم اعمال ليس عملت ما دون إن، عضي أكثر البصريين وبعض الكوفيين. نأتي بآية حتى نختم هذا الدرس، كده احنا الحمد لله انتهينا. نقف عند أفعال المقاربة. أفعال المقاربة، من عنده أي سؤال أو استفسار يسأل يعني. حضروا الأسئلة وإن شاء الله يعني بعد قليل أجيب عنها يعني إن شاء الله، بس ردد يعني أمنوا على ما أقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: ما معنى قول الله عز وجل ولا تحين مناص؟ يعني حين ملجأ أو مرجع، لا تلحين حين مناص. الكفار عندما يجون يوم القيامة النار أمام عينهم لا يستطيعون فكاكا أو فرارا أو رجوع إلى الدنيا، خلاص لا تلحين حين مناص، يعني لا يستطيعون الرجوع مرة إلى الدنيا مرة ثانية. ما الفرق بين حرف الجر الأصلي وحرف الجر الزائد، وكيف نفرق بينهما؟ حرف الجر الأصلي إذا حذف الكلمة يختل معناه، وحرف الجر الزائد ليس كذلك. فمثلا عندما نقرأ قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده ليلا من المسجد، لا تستطيع أن تقول أسرى بعبده المسجد. فحرف الجر الأصلي لو حذف الكلام يختل. يعني مثلا لو قلت قطعت اللحم بالسكين، ينفع أقول قطعت بالسكين؟ الكلمة يختل معناه. لكن حرف الجر الزائد إذا حذف من الكلام، الكلام يستقيم لكن يؤتى به للتوكيد. قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير أصلها ما جاءنا بشير، فمن حرف جر زائد يفيد التوكيد، لكن إذا حذف الكلام يستقيم. وقال تعالى: هل لنا من شفعاء، أصلها هل لنا شفعاء، هذا هو الحرف الجر الزائد. من عنده سؤال تاني؟ تفضل. لها شرطان. لا لها شرطان اللي هي الشرط الثالث ان يلتقط بالنفس بإلا. اخونا ذكرنا بشرط ثالث للا، يقول لها شرط ثالث الا ينتقد النفس بإلا. لما اقول مثلا ايوه السلام عليكم، في الشرط على كل الناظم نفسه اقتصر على شرطين فقط، فانا اقتصرت على ما شرحه الناظم. يعني السؤال، انت مسجل الاسئله؟ مسجل الاسئله اسمه؟ طيب في اسئله يا اولاد عندكم ثاني؟ ما المقصود بقول الناظم إلزم حيث حل؟ اقرأ البيت مرة ثانية: ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. أنا يا ابني كتبت لك البيت، قلت: ما زيد قائما بل قاعد. افهم
ورفع معطوف، أهو هذا هو المعطوف، وحرف العطف هو بل، المعطوف عليه قائم، ورفع معطوف ببل بلكن أو بل من بعد منصوب، من بعد منصوب اللي هو الخبر المنصوب، ما زيد قائما بما، يعني هذا المنصوب منصوب بما، ما زيد قائما يعني هو خبر ما فهو منصوب. إلزم حيث حل، يعني إلزم الرفع ولا تبرحه إلى النصب، قل ما زيد قائما بل قاعد، فيقول إلزم رفع المعطوف بلكن أو بل من بعد المنصوب، منصوب هو قائما حيث حل، في أي مثال يحل فاجعله مرفوعا لا منصوبا، قل ما زيد قائما بل قاعد، ولا يجوز لك أن تقول قاعدا